ما فيش داعي للتجمع هذا. على الرغم من مرور السنوات منذ ذلك الحين، ما تزال هذه المساحة الصغيرة توقظ المخاوف وتشعل الخوف في قلوب كارهي التغيير. تحاول مجموعة من النساء التجمع والاحتجاج وسط العاصمة صنعاء، وتحديدا في الرقعة التي علت فيها الأصوات وهتفت الحناجر: الشعب يريد. لكن الميليشيا الحوثية ومن يسير على دربها لا تريد لهذا المكان أن يستعيد دوره الذي كان في 11 فبراير 2011، ولا أن يغدو منبعا لثورة جديدة تسترد ما تم السطو عليه ومصادرته. ترسل الميليشيا عناصرها لإيقاف ومنع أي نشاط يقام هنا، ويندفع من ترسلهم بسلاحهم وأجسادهم لردع ما يمكن له أن يذكرهم بتلك الأيام التي انطلقت فيها الأفكار والتصورات من عقول المحتجين لتصبح هتافات وإرادات. حين خرج شباب تونس إلى ساحتهم، ويوم انقض شباب مصر على الميدان، غير شباب ثورة اليمن مجراهم ولم ينصبوا خيامهم في ميدان تحرير صنعاء حيث كان في انتظارهم رصاص وخناجر. أقروا البقاء في ساحة الجامعة أو ما سيعرف لاحقا بساحة التغيير، وأصبحت منبعا لهتافهم الثوري وخطوة في الدرب الطويل. لم تكن تلك الساحة قد اكتسبت قيمة معنوية، وكانت مثل مئات التقاطعات في العاصمة مجرد ملتقى للمركبات ومحطة انتظار للمسافرين داخل المدينة. ولأن أحد القيود كانت الأمية، فقد وجد الثائرون دافعا إضافيا للمكوث عند بوابة الجامعة الكبرى وللوقوف بين التعليم وضده. أيام قلائل وأضحت الساحة الجديدة أكبر من حجمها وأوسع من أن تحتكر. تمددت في كل اتجاه وتعمقت في كل وجهة، وعثر من فقدوا الأمل في المستقبل على غدهم هناك. فصار الإسفلت الصلب أرضا لينة للأحلام وتربة خصبة للتطلعات. كانت الساحة تكبر ومعها يكبر الحلم في رحيل الاستبداد وزوال المستبدين الذين مثلهم المخلوع صالح، فكان إسقاطه الهدف الأول للوصول إلى غاية أعلى وأسمى من الأفراد أو مراكزهم. كانت الساحة كل يوم تتحدث عن تلك الغايات: حرية، عدالة، مساواة. وتحت إيقاع الرصاص الذي سلب العشرات أرواحهم في ذات المكان، كانت الندوات تعقد والنقاشات تدور حول المفاهيم الكبيرة التي كرهت السلطة سماعها. بذل النظام المهتز كل جهده للتخلص من تلك المساحة ولو بقتل من عليها، لكنه فشل. فقد طارت الأفكار وأصبحت سلوكا يصعب السيطرة عليها، ولم تعد الثورة حبيسة مساحة واحدة، بل أضحت مساحات وقناعات ويقين.